اهلا بيكم معايا من الفاصل، ومعايا ميري المتسابقه الرابعه. اهلا بيكي يا حبيبتي. اهلا بيكي يا حبيبتي، منوراني. طيبه، ده نورك. لابسه كريسمس خالص. ايوه، ميري كريسمس. اهلا بيكي يا حبيبتي. اهلا بيكي يا حبيبتي. عايزين نشوف مع بعض البيت اللي انت مقدماه النهارده. تعالوا نروح على البيت ونشوف كده. بصوا، جميل قوي، تسلم ايدك. الله يسلمك. انا شايفه برضو في شغل. اولا انت مغطيه كل البيت بعجينه السكر. كله بعجينه السكر. اه بالظبط. وعامله برضو البسكوت، عامله ايه؟ جينجر بريد. جينجر بريد بتاعك. الوصفه بتاعتك. هي وصفه صراحه حلوه فعلا. احسن وصفه الحقيقه، بتمسك يعني. بتخلي الحاجه ستيبل شويه، لان الموضوع صعب شويه. دي حقيقه. زي ما انتوا شايفين البيوت كلها رائعه، تجنن فعلا. كل يعني حد جالي فعلا يعني حتى لمستها الشخصيه وحتى ابداعها، وكل بيت ليه احساسه مختلف عن التاني وبجمال تاني. يعني فعلا انا مش عايزه اقول لكم، الاختيار هيكون صعب لاقصى الحدود. يعني احنا هنضطر ان احنا نختار بيت، لكن فعلا الموضوع هما كلهم حلوين بصراحه فعلا يعني. وكلهم كلنا تعبنا اكيد، يعني زي ما انا تعبت اكيد الباقيين تعبوا، لان هو متعب. كل حد تعب، يعني مش شرط حتى نقيس بالاصغر ولا الاكبر ولا المنور. كل واحد عمل فعلا مجهود رهيب في البيت. هو بياخد مجهود رهيب، عايز صبر وطولة بال، وعايز عندك استعداد انه لما يتهد تبنيه تاني وانت بيس ومبتسمة. ايوه. لا بجد متضايقة يعني. تسلم ايديكوا فعلا، تحفة. انت خدتي وقت قد ايه في البيت؟ لا كتير، خدتي يعني كتير. مثلا 10 ايام ممكن. ما انا متخيلة. بثلاث ايام او اربع ايام الاخرانيين متواصل يعني، بس يعني 10 ايام بقى حاجات تتكسر، وبعد ما نحط حاجة فوق حاجة تقع فنعيد من الاول. طبعا يعني السكيلتون اتبنى. الشغل حوالي ثلاث ايام او اربع ايام. جميل قوي. الديكوريشن يعني. انا نزلت الصورة بالاربع، يعني نزلت بوست بالاربع صور بارقام 1 2 3 4. انا عايزاكم تختاروا اكتر رقم عجبكم وتنزلوا لي، تكتبوا كومنت بالرقم اللي عجبكم على البيجز. الصور نازله على كل البيجز، على سفره سالي، على بي ان سي فود، وعلى البيج الشخصي اللي هو سالي فؤاد. الثلاثه بيجز نازل عليهم الصور. تختاروا ضروري بسرعه دلوقتي، عشان النهارده في اخر الحلقه هنطلع الجوائز. خلاص، فتمام. احنا بقى نشوف مع بعضينا، ندي فرصه للناس يختاروا. اشتغلتي عملتي ايه بالظبط عشان نبقى عارفين برضو التفاصيل؟ يعني بصي، انا جايبه معايا الورق. تمام. رسمته طبعا الاول، بيترسم حته حته يعني. كل الاول برسم شكله على مساحته على القاعده هتبقى قد ايه من تحت يعني. تمام. وبعدين ببتدي اعمل حته حته، كام في كام، وهيطلع يقف ازاي، واللي فوقيها هتبقى ازاي، بالمقاسات على ورق الزبده كله بالمسطرة كده. وببقى كاتبه بقى على كل حاجه، دي عايزه منها اتنين، ودي عايزه منها تلاته، ودي عايزه منها كده. تمام. ونبتدي نعجن، نعمل العجينه ونفرد ونقطع بقى كل واحده ونسويها. ده الاول. تمام. فبيطلع شرايح شرايح. اوكي. وبعدين انا بالنسبه لي مستعمله عجينه سوري عجينه السكر. بس هي طبعا يعني انت عارفه الابيض بيتوسخ بسرعه. لا تمام. بقطع نفس الاحجام بعجينه السكر برضو بنفس الورق الباترون بتاعنا، وبلزقها بالايسنج بس خفيف عشان ما يكلكعش تحتيها، مش زي الايسنج اللي بلزق بيه البيت نفسه. بتعملي ايسنج شوية. تاني مختلف؟ بعمل ايسنج اخف سنه علشان بس ما ده بيمسك على طول. فعلشان ما يبقى سموث تحت عجينه السكر، ما يبقاش معوج معايا، فبعمله اخف سنه عشان نلزق العجينه. وبعدين بسيبها تنشف خالص دي، وبعدين ببتدي بقى الزقه كله بعجينه السكر، وبشتغل وهو ثابت. يعني في حد ساعدك وثبت معاكي الاشكال؟ ولادي بقى واختي، وانا تعبتهم جامد الحقيقه في البيت. طبعا لازم كله لازم يشتغل. اكيد لازم. كل الناس بتتعاون، وازايز وكوبايات وحاجات بتتحرك في البيت، لازم لحد ما يمسك نفسه. لانه بيقعد يعني مثلا دقايق كده لحد ما يمسك، وبعدين بسيبه ينشف لتاني يوم. تمام. يمسك نفسه يعني. وبعدين ابتديت اشتغل بقى عليه وهو زي ما انت شايفاه كده يعني. كل طيب خلينا نشوف برضه حاجه مع بعض.
انت بقى كده انت لزقتي. احنا طبعا اول حاجه تاني مراجعه سريعه، الباترونات اللي في الاول بالمقاييس كلها بالظبط بتتاخد عشان الدنيا تبقى متركبه صح مش عشوائي، لان البسكوت مجرد ما بيخش الفرن وبيطلع ما بنقدرش خلاص ان احنا نغير في شكله. بالظبط تمام. بعد كده بقى بنبتدي يعني دي القاعده اللي تحت اهي، ده الباترون القاعده اللي تحت اهو، ده كده وده الحته اللي قدام ودي الحته اللي في الجنب، ده البيز اللي انا ابتديت عليه. طيب بعد كده بقى لما تقطعي البسكوت على اساس شكله، وكان معانا برضو شيف محمد حامد النهارده قدم في الحلقه بتاعته عمل البسكوت وازاي نقطع الشكل وندخله الفرن، اللي حابب برضو يشوف التكنيك ده بالظبط يتفرج على الاعاده بتاعته النهارده ان شاء الله يشوفها، سهله جدا ان شاء الله وهتنبسطوا قوي. وانا بستخدم بتاعه البيتزا في التقطيع احسن من السكينه، يعني مع في عجينه البسكوت نفسها احسن من السكينه، احسن من السكينه بكتير. صح طبعا السكينه بتروح وتيجي معاكي العجينه. برافو عليكي. تمام. بعد كده بقى انت حطيتي زي ما قلنا الرويال ايسنج بسيط وعليه بسيط وعليه عجينه السكر، وبسيبها تنشف برده ساعه مثلا ساعتين كل ما قعدت عشان ما تتحركش معايا العجينه. طبعا كله بياخد وقت، لازم نشتغل بصبر. تمام. بعد كده بقى انت انا شايفه مقطعه يعني انا أشكال. جايبه حاجات اشكال مثلا في حاجات قطعات، بس انا جبت يعني الاسهل عشان الوقت، لكن الباقي في الحاجات دي اغلبها عاملاها بايدي يعني. ده ما بيبقاش قطعات، التوده مثلا كله بايدي واحده واحده. تمام. تعالوا نشوف برضو مع بعض. ايوه الحاجات اللي عاملاها بايدك يعني ده كله بايدي، بالبني بعمل زي فروع الشجر، وبعدين الاخضر ده بايدي برضو واحده واحده اعمل الاخضر. وده الوان اللي هو زي الكريس كده، والكور دي تلج يعني تدي احساس التلج كده، ده كل ده بايدي. ده برضو بايدي كله. انما الحاجات اللي زي دي بالقطاعات اللي هي الحاجات الصغننه الورد. شايفين اهو الوردات الصغيره دي اللي هي متلزقه بالظبط، دي بتبقى كلها يعني دي بالايد، دي بالايد. تمام. ننزل بقى لتحت شويه هنلاحظ ان دول بقى بقطاعات، الحاجات القطاعات، لكن الكور دي بالايد. كور بالايد بالظبط كده، القطاعات دي بالاخضر دي كلها قطاعات الورق الاخضر ده، بس اللي قدام برضو دي قطاعات الخضراء اللي هو اللي على الطريق، الطريق ده طبعا بالايد يعني بتلاقي كده وكده، لازم تمشي كده وكده. انت كمان عامله حاجه لذيذه جدا، عامله البسكوت عاملاه شكل النجوم ومركباهم فوق بعض، فمدينا شكل شجره كريسمس. عامله اتنين شجر كريسمس بالكوكيز، بس ده الكوكيز العادي مش الجينجر. عاملاه بكوكيز عاديه خالص. نجيب برضو عليها عشان نشوفها. بصوا معانا كده، ايوه اهو اللي هو شجره كريسمس، شايفين مركباهم بسكوتات على بعض عكس عكس، فمدينا الشكل الجميل ده. لا فعلا، والارضيه عاملاها بالشوكولاته البيضه صح؟ لا ايسنج. تسلم ايدك، تحفه تحفه. عايزه تقولي اي حاجه قبل ما نروح الفاصل؟ لا. اي تكنيك ما قلتيهوش؟ لا مش عارفه. كله كده يعني حاسه انك حاسه انك قلتي كل حاجه. قلت كل حاجه، هو اهم حاجه بس يعني عايزه اقولها لو حد هيعمل، انه عايز صبر وعايز تصبري على الحاجه لحد ما يجمد خالص، لانه طبعا. هو بيبقى دلوقتي يعني يشكر ربنا هو ماسك نفسه محجر، لكن بعد ساعتين ثلاثه انت بتحسي انه ماسك، تيجي تضغطي على حاجه تلاقيه نزل، بس فاهم حاجه انه الناس تصبر خالص لحد ما ينشف ويمسك، وبعدين تشتغل براحتها بقى. صح. تبقى الدنيا اهدى يعني. صح كده. تمام. انا سعيده جدا جدا بالشكل والشغل اللي شفناه الشهر ده، بجد حاجه رائعه رائعه.